ريبيتد اورز 35 ساعه نقسمها على البروجرس بتاعنا اكوردنج لكل سيشن. بنغطي من خلال الكورس مجموعتين من الانترسكشن البروجكت فيزز، احنا عندنا 5 بروجكت فيزز في كروس سيكشن مع الناين نولج اريا اللي هنتعرض عليها بالتفصيل بتخص البروجكت مانجمنت. نقطه ثانيه اللي حابين نضيف عليها، احنا بنجهز اسئله الامتحان ازاي؟ ايه البروسيس والبري ريكويزيت كواليفيكيشن عشان تو بي ابلايد للبي ام؟ بنتكلم عن خريج 4 سنين عنده 4500 ساعه عمل في البروجكت مانجمنت، زائد ان هو يكون اكريدت او اوبتين 35 ساعه از تريننج للبروجكت مانجمنت. احنا في خلال الكورس في ادد فاليو هنوجهك ازاي تنظم الجدول بتاعك، ازاي تستعد للامتحان، تعدي وتستعد من خلال الديمو فيرجن 4 زائد بعض المراجع المرشحه اللي استعنا بيها زي بيتا او سيشنات فيرست. فالسيشن القادمه ان شاء الله هنتعرض على نقط تخص التفاصيل بتاعت ازاي تستعد للامتحان، تنظم الجدول بتاعي ازاي، ببتدي اتعرض لكل نولج اريا، بعمل عليه اكسرسايز ازاي، في النهايه خالص ببتدي اعمل سيميليشن للاكسرسايز.